أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه نبي الرحمة محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. عظم الله أجوركم بمصابي مولانا أبي عبد الله وأهله وصحبه. أتحدث في هذه في هذا الوقت المخصص قبل مجلس العزاء في قضية المسير إلى كربلاء والمكون الاجتماعي في مقدمات الثورة الحسينية. طبعا لا يخفى على أحد أن الدولة الأموية أسست ثقافة معينة وانطلقت من بعد وفاة أمير المؤمنين علي عليه السلام، ولعل سنة 41 بدأت معالم تعيينات تصدر من معاوية باتجاه المغيرة بن شعبة وأمثاله، وبالتالي استطاع أن يمسك بالمدن الأربع. طبعا إذا تلاحظون أن المساحة التي كان يتحرك بها الإمام الحسين ومجمل المعارضة للخلافة للسلطة الأموية هو كان هذه المدن الأربعة: الكوفة والبصرة المدينة ومكة. طبعا لو لا نستثني واحدا من هذه المدن، ولكن الحديث الأكبر هو ينصب على الكوفة. لماذا؟ هو ما سيتناوله هذا البحث. لكن هناك سؤال: هل ثار الإمام الحسين عليه السلام بناء على رسائل أهل الكوفة؟ البعض يقول نعم، لكن البحث قد يؤدينا إلى معنى آخر، أن هناك سبب آخر للإمام هو الذي دعاه للثورة وليست رسائل أهل الكوفة. معاوية استخدم مع الإمام الحسن بعد أن فرضت الحروب الثلاثة على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حرب صفين والجمل والنهروان، فأرهق المجتمع بشكل بحيث البعض أصبح لا يحبذ أن يشارك في حرب أو يخرج إلى الجهاد، وهذه مشكلة. أحيانا تمارس الدكتاتوريات مثل هذا الأسلوب كما الآن يمارس في بعض دول المنطقة، يذيقون الشعوب كل الويلات وكل الآلام من أجل أن لا ينهضوا في اللحظة المناسبة. يعني هناك حروب تسمى حروب استهلاكية، ليس هي الحرب الاستراتيجية، فهذه الحروب من شأنها أن تفقد الطاقة عند الأمة وتورث تداعيات كبيرة، حتى فقر، حرمان، آلام، فقدان، وبالتالي هذا كله يمهد للمعركة الرئيسية. لاحظوا المنطقة مالتنا الآن شنو جاي يصير بها: حرب في العراق، حرب في سوريا، عدوان على الشعب البحريني، عدوان على الشعب في الحجاز وفي الشرقية، وهكذا مناطق مجمل المنطقة تشتعل. ليست هي الحرب الاستراتيجية، ها التفتوا، هناك حرب كونية يمهدون ويخططون لها من أجل أن هذه الحروب المقدماتية من أجل أن يرهقون بها هذه الشعوب وهذه القدرات. هكذا حصل بالنسبة إلى معاوية،
وبالنسبة إلى جماعة الجمل وحتى النهروان حروب مفروضة على الإمام، وبالتالي مجتمع الكوفة دفع الثمن الأكبر. يعني ليس جزء، يعني ليس من الإنصاف أن نقول بسهولة أن أهل الكوفة خدعوا الإمام أو خانوا الإمام بعد الرسائل. حينما نطلع على تلك الأوليات نجد أن هناك ما يبرر لهذه النتائج، ولكن ليس دفاع عن الجميع. تلاحظون أكو المكون الاجتماعي في الكوفة كان يتوزع على 4 أطياف. الطيف الأول هو الخوارج، والخوارج قوة لا يستهان بها أبدا، فيهم رموز، فيهم متأثرون بهم، شبث بالربع هو من رموزهم، عبد الله بن وهب الراسي، عبد الله بن الكواء، الشعث بن قيس، وهؤلاء كانوا يطالبون بقتال معاوية وقتال أمير المؤمنين معا علي عليه السلام. هذا مجتمع مو قليل، يعني مكون كبير. بعد الرعاة وأصحاب المصالح الضيقة، هؤلاء لم تحكمهم لا قيم ولا ضوابط، يتجهون مع المصلحة، إنما تتجه المصلحة هم يسارعون خلفها. بعد أكو طائفة الشكاكين، وهؤلاء أنتجوا جراء الإعلام الخارجي، إعلام الخوارج الذين أخذوا يطعنون بشكل، إضافة إلى ذلك الحزب الأموي الذي كان منبثا في صفوف هذه المجتمعات. يعني الحزب الأموي تشكل منذ اليوم الأول من عهد أبي سفيان، يعني في عهد رسول الله موجود حزب أموي فيعمل خلال خلفاء الثلاثة، ويعمل خلال خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأيضا يعمل وعمل الكثير، ومعركة الجمل إحدى نتائج هذا الحزب. وبالتالي فالمشككون كثروا لأن هناك ما يبرر أو ما يدفعهم إلى ذلك الأمر. المسألة الأخرى القبليون، وهؤلاء يعني مثلا تدرون يعني الكوفة قسمت أربعة أربعة، البصرة أخماس 5، فكان يسيطرون من خلال هذه الأربعة، يعطون رئيس الربع الفلاني فلان بن فلان الموالي للسلطة الأموية، وهذا تعطى له العطايا والأرزاق، ويحرم مثلا العلويون وأهل البيت. هذا التمييز أحدث فجوة اجتماعية كبيرة وسبب لها مشاكل. من هؤلاء القبليين مثل قيس بن الأشعث، عمرو بن الحجاج، حجار بن أبجر وغير ذلك. أكو مجموعة طائفة أخرى في هذا المكون الاجتماعي في الكوفة، وهم المهجنون. هؤلاء يعني يرمي بسلاح غيره، تعطيه فلوس ويروح يقتل، والآن موجودين في هذا المجتمع كثيرين، تنطيهم أموال يروحون يحققون، يسوون مؤامرة، انقلاب، قتل، فوضى. وبالتالي تلاحظ أن هؤلاء بارزون في المجتمع الكوفي. زين، إذن من 41 هجرية، التفتوا، من 41 هجرية يعني شنو؟ يعني بعد الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسن استلم السلطة أشهر، وهذا لم يبايعه معاوية، والإمام الحسن دخل في صلح وله ما يبرره هذا الصلح. زين، وبدأ المغيرة ابن شعبة في الكوفة يمارس ويطبق ثقافة أموية واضحة. صعصع ابن صوحان من الناس الطيبين والأصحاب، هدد أن لا يذكر عليا بفضل، وأن لا يلمز عثمان بن عفان. ثم أبعد صعصع ابن صوحان خارج المدينة حتى مات، خارج الكوفة حتى مات خارجها. معاوية منع ذكر كل فضائل هو يعبر عنه أبي تراب الإمام علي عليه السلام، بل لا
أوجد فد مجموعة من المحدثين المزيفين قبال أموال، ضعوا الأحاديث وأنتم لا تبالوا. الحديث أحيانا شيء بشيء يذكر. أحيانا اليوم كان أحد الأخوة يتحدث يقول إحنا الكذب المصفط المرتب يأثر أحسن وأقوى من الحقيقة والصدق اللي هو ما مرتب. قلت له شلون؟ قال في واحد كان ينتقد، قال أكو مثلا في ذكر المصاب الإمام الحسين عليه السلام كثير من الروايات لابد من تمحيص، في تضخيم، في تحريف، في وضع، فلابد أن نضع الحقيقة، نضع الأمور في نصاب الحقيقي. افترض مثلا إذا يخرج ابن الإمام يقتل مثلا 5,000، هذه بالمنطق العسكري، بالمنطق العقلاني ما تنقبل، صعبة، والإمام ما يقبلها، لكن أضيفت. هذا لما كان يقول حصل نقاش قبل المجلس وكان يتكلم على قال دير بالك لا تضيف من كيفك، لما صعد هذا عنده قدرة بقى يقرأ، هذا أخذ يبكي بكاء شديدا. فبعد المجلس قالوا له عمش أنت هذا أنت، قال والله هذا رتبها بطريقة بحيث أخرجها أثرني كذا من القبيل. تلاحظون هؤلاء الذين يضعون الروايات، مثلا افترض إن الله ائتمن، يروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله ائتمن على وحيه 3، منو؟ أنا وجبريل ومعاوية. يعني الرسول يقول، يعني جبريل ومعاوية مع رسول الله. هذه في البداية قد ما تقبلها، المجتمع قد ما يقبل، يعرفون شنو معاوية من رسول الله، لكن لما تتقادم السنين 20 سنة 40 سنة 100 سنة تأخذ في الطبيعة ومقبولية عند الناس. كان يحدثني أحد الأخوة كان في الهند قبل أيام، يقول جلسنا مع علماء السنة وللأسف الشديد يقول بعض رموز سنية كبيرة في الهند، يقول داعش له الحق أن يقاتل في العراق. قلت له ليش؟ لماذا؟ شنو القضية؟ قال السنة هناك مهمشون، لا توجد مناصب للسنة، لا توجد ثروات لهم، مقصيون، محبوسون، كذا كذا، والقتل فقط في المناطق السنية. وضلش يقول أنا هما رتبت لتكت وأخذته، يقول وهم عالم دين، يقول وديته نجف، كربلاء، كاظمين، زورته، راويته شنو الحقيقة شنو. ويقول سابقا يقول لي داعش له الحق أن يقتل ويدافع عن السنة، له الحق. يقول طيب هذا القتل، هذا الذبح، هذا شنو يقول؟ هذا في المناطق الشيعية مو في المناطق السنية. على كل تبدلت الصورة، بس هذا فرد. لكن المشكلة من يصير عقل جمعي ويصير يعني نقل غير دقيق، يصير رأي عام لكن ما مبني على حقيقة، رأي عام مزيف. وأكثر ما أقول ثورات، وأكثر الانقلابات غير المنطقية هي تبنى على رأي عام مزيف. الكوفة طبعا ولاءها واضح لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن هذه الحروب هي التي آلمتها. لذلك انحسرت المعارضة الشيعية في وضع معين ضمن المكون الاجتماعي الكوفي، ولها شعارات، لها أجندة، لها يعني أهداف، لكنها محاصرة. من جملة هذه الأمور اللي رفعتها المعارضة الشيعية هو أولا الموقف السلبي من السلطة الأموية، ثانيا التأكيد على ذكر فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام،
تلافى الاعتراض على سبع أمير المؤمنين. دي تدرون أنتم معاوية شرع السبع على المنابر بشكل رسمي، يعني كما يلقي خطبة الجمعة ويدعو بالأخير، إنما يسب عليا في نهاية خطبته. بعد بقيت اتصالات سرية بين الشيعة في الكوفة وبين الإمامين الحسن والحسين. معاوية يهتم بالكوفة أكثر مما اهتم بالبصرة ولا غير ذلك. الكوفة أهم شيء عند الكوفة، لأن هي المرتكز الكبير للولاء العلوي. معاوية يكتب للمغيرة حاكمها اللي حكم الكوفة 10 سنوات، قال لي إذا تروح لا إلى الصلاة تحضر وياك هذول الستة، تأخذهم وياك بالصلاة بالإجبار، تجي تصلي ستيت عيد صلاتك عيدها، مو تجي تقعد قدام الناس منهم هذول. حجر بن عدي الشخصية العملاقة الذي قتل في الكوفة وأخذ يعني من الكوفة ثم قتل، وموته كان له أثر كبير في تحريك الضمير. سليمان بن سرد، عمر بن حمق الخزاعي وابن الكواء، بعد التفتوا شبث ابن ربعي اللي هو وين صار بعدين من معسكر يزيد، وزياد ابن أبيه الذي بعد ذلك تولى البصرة. نعم توجد بعض الحركات من الخوارج من قبل حركة الأشجعي وآخرين، ولكن هذه لم تؤثر شيئا واضح. الكوفة إذن تغلي، ولكن إذا تلاحظون بالمقابل، يعني الكوفة ليست بعيدة عن البصرة وفي موقع جغرافي متقارب، البصرة لم تشهد تحركات قوية باستثناء بعض الحركات المعارضة. سلط عليها معاوية بسر بن أرطأة سنة 41 وجمع الناس، أول ما جمع الناس وخطب شتم عليا. شو تلاحظون أكو نقطة مهمة عند المستكبرين، أول ما يلمز الرموز، فإذا أسقط الرموز في أعين الأمة سهل عليه اختراق الأمة وتضعيفها. ثم ولا عبد الله ابن عامر حكم 4 سنين في البصرة، وهذا ابن خال عثمان ابن عفان، وعبد الله هو اللي أشار على طلحة ابن عبيد الله والزبير أن يذهب إلى البصرة ويتخذها منطلقا لحرب الإمام علي عليه السلام، وجاء الحارث وغيره، لكن معاوية وجد ضالته في شخص منه زياد بن أبي، قال هذا ما يحكم البصرة ما يضبط لياها غير زياد، فود زياد. زياد ما عنده أب، ابنه أبيه أعطاه نسبه، قال زياد بن أبي سفيان. طبعا هذا خرق، مو خرق دستوري، خرق للشريعة، لأنه هو معروف أن هو ليس ابن فراش، وإنما القول الرسول صلى الله عليه وآله الولد الفراش وللعاهر الحجر، يجب أن ترجم. هذا عرف بالباطش، وبعدين حكم مو فقط البصرة، حكم الكوفة والبصرة. 6 أشهر يروح للكوفة، 6 أشهر يروح وين؟ للبصرة. أول ما خطب خطبة تسمى الخطبة البتراء، بلا بسملة بلا الحمد لله، وأخذ يشتم ويهدد ويتوعد. إذن تلاحظون أن هناك إرهاب على البصرة، هناك تحكيم على الكوفة، تضييق عليها، حتى يقال أن الأصحاب الذين أرادوا الاشتراك حينما وصل الإمام الحسين وتحرك في المنازل أراد وقرب
من الكوفة بين كوفة وكربلاء الأصحاب بدأوا شنو ينطلقون ينهزمون، وضعت السدود، وضعت الكمائن، منعوهم من الالتحاق بجيش الإمام الحسين عليه السلام، فكان ضغط كبير. هنا لما مات معاوية، مات شو وقت؟ سنة 60، من 40 إلى 60، يعني 20 سنة هو يحرف، يزور، يؤسس للثقافة الأموية. طبعا جيل 20 سنة، جيل تعتيم أكو، وتدرون أكو مسألة مهمة جدا وهو منع التدوين. شك واحد يكتب فضيلة لعلي أو لأهل بيت علي، هذا يقتل. أبو هريرة اللي هو معتمد المدرسة الحديثية الأخرى هدد من قبل عمر بن الخطاب على لماذا يكتب أو يدون بعض الأحاديث. هذه المسألة أخذت تأخذ دور كبير. زين، مات معاوية سنة 60، وكان واليا على الكوفة منه النعمان بن بشير. النعمان بن بشير نوعا ما كان، لا أقول لينا، لكن لما تجي تقارنه مع عبيد الله بن زياد أفضل، أفضل بكثير. على البصرة كان عبيد الله بن زياد، على المدينة كان الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وعلى مكة كان عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق. يزيد بمجرد أن جاء شنو سوى؟ طبعا لا تنسون هنا جواب لسؤال في البداية، قلنا هل تحرك الإمام الحسين بفعل الرسائل التي وصلته من أهل الكوفة؟ لا، الإمام الحسين رفض بيعة يزيد منذ 4 سنوات قبل موت معاوية. معاوية قبل 4 سنوات أخذ، يعني عمل على أخذ البيعة لابنه وكان يمهد لها، الإمام الحسين رفض، رفض. لكن مشكلة أن الإمام الحسين كان ملتزما بعهد. معاوية لما إجا للكوفة وخطب بالنخيلة شنو قال؟ هاي بنود الصلح خليها جوا رجلي، تحت قدمي، ما اعترف بها. كتب كتب وارسلت رسائل الى الامام الحسين لاجل ان ينهض، حتى بعد الامام الحسن عليه السلام قال لا، انا التزم بالعهد. شوف هنا مهمه جدا، ان العهد كان مسؤولا، لكن عند من مسؤول؟ عند المؤمن، عند المعصوم، مو عند معاوية والخط الأموي. وبالتالي التزم وما خرج. والتفتوا أن في وفاة معاوية حصل يعني فراغ أمني، لذلك أهل الكوفة في أيام موت معاوية المعارضة الشيعية أخذت تتحرك بشكل قوي، وهكذا في الأمصار الأخرى. لكن وين القضية؟ أن هناك هذا الفراغ ما استغل الإمام الحسين، لأن الإمام ملتزم بعهد، إذا يموت معاوية تجي وانت حق السلطة، وين تصير بيد من؟ الخلافة بيد الإمام الحسين، يعني إذا كان الحسن أو الحسين أحدهما. هذا هو البند الموجود. التزم لما شاف معاوية يعني يمهد لبيعة يزيد، من ذاك الوقت أخذ يرفض. يزيد بمجرد أن إجى حكم شنو سوى؟ طلب من والي المدينة، قال له خذ البيعة من الحسين ومن عبد الله بن الزبير وآخرين. لكن هي القوة وين؟ في قضية الإمام الحسين. كان الأمويون يخافون من الموقف، موقف الإمام الحسين لأمر أو لجملة من الأمور. أولا الحسين هو السبط، مع عبد الله بن الزبير وغيره ليسوا أسباطا وليست لهم هذه المكانة، هذا واحد. المسألة الثانية أن هناك حق في ضوء بنود الصلح للإمام الحسن، بينما ما موجودة لغير ذا. والأمر الثالث أن الحسين عليه السلام له شيعة كثيرون، شيعة أبيه
وشيعة أخيه وبالتالي وأهل البيت. وعلى كل حصل الموقف بين الإمام الحسين وبين الوليد اللي كان هو والي المدينة ومعروفة، وقرر الإمام وكان مروان بن الحكم قاعد بالمجلس وكانت مؤامرة لقتل الإمام الحسين، لكن ما استطاع الوليد أن يقتل الإمام من خلال التدابير اللي اتخذها الإمام الحسين وتهيئة أهله وأهل بيته أن ينتظروه على الباب، وقرر الإمام الحسين يخرج. شوف خروج عبد الله بن الزبير كان متخفيا، هرب وراح إلى مكة. الإمام الحسين لا، يقال الرواية تقول أخذ أهل بيته في موكب كبير وسلك الطريق الرئيس، ما أخذ طرق فرعية. فلو كان متخفيا هاربا لكان أخذ الطرق الفرعية ولم يأخذ العوائل والناس يعني المدنيين بتعبيرنا الحديث. سلك هذا الطريق وذهب إلى مكة، جلس في مكة وكان الناس مقبلين على عبد الله بن الزبير، تركوا عبد الله وأقبلوا على الإمام الحسين عليه السلام، وأصبحت قضية الإمام الحسين بشكل مختصر لضيق الوقت في 8 يوم التروية كان هناك، فجاء إلى بيت الله، لم يذهب إلى عرفات، وطاف ثم سعى وجعل لها عمر مفردة وترك. هنا الرواية تقول ماذا؟ تقول أن الإمام الحسين لم يتحرك إلا بعد أن جاءت رسالة من مسلم ابن عقيل أنه أقدم، وتقول الرواية الأخرى أن في الطريق القريب أميال من الكوفة من مكة جاءته الرسالة من مسلم أنه أقدم. أنا كان بودي أن أتكلم يا ريت في الليالي أقول الأيام القادمة إذا ما عندكم متحدث أنا أكمل حديثي. طبعا لا أريد أن أفتت الفكرة، أبقي الحديث على إلى هذه المرحلة، ولكن خلاصة الحديث هو أن الإمام سلام الله عليه انتفض ونهض بناء على عدم إيمانه بلياقة يزيد للخلافة ودفاعا عن حقه في الخلافة، وهذا صلح الحسن وهكذا، وجاءت الرسائل من أهل الكوفة ومن غيرهم، إنما هذا تأييد ودعم لموقف الإمام. لذلك إذا تلاحظون الفقرة الأخيرة، إذا تلاحظون هذا الوضع الاجتماعي حتى الوضع السياسي والوضع الأمني قبل الثورة ليس كله لصالح الإمام الحسين عليه السلام، إنما هناك معاناة. ولو كان غير الإمام الحسين، افترض مثل عبد الله بن الزبير، انهزم فلان انهزم، ما استطاعوا إلا أبو عبد الله سلام الله عليه أصر. هذا هو خط المبدئيين، خط الثابتين المعصومين الصابرين، هم الذين يحققون. لذلك أنه أهل الكوفة في رسائلهم كانوا يقولون ليس لنا إمام غيرك، فلجأوا إليه ومسكوا بالإمام، فصارت هناك نوع من الحجة أيضا لدعم هذا التحرك أقوى. لذلك الإمام سارع في مكة، ولكن في الطريق ماذا حصل في منطقة الثعلبية وغيرها؟ هناك أخبر بقتل قيس بن مسهر الصيداوي وقتل عبد الله الذي أرسله أيضا في إثر مسلم بن عقيل ومقتل مسلم وهانئ. هنا أصبح تداعي، أصبح الوضع خطير. الإمام الحسين يترك أم يستمر؟ الإمام الحسين إذا نجي فقط إلى هاي النقطة الحوارية التي حصلت بينه وبين أخيه محمد بن الحنفية حينما سارع من المدينة إلى الكوفة ليمنع أخاه من المسير، وقال له أنت تعلم بماذا فعل بأبيك وأخيك من قبل وأنت أبقى. ما كان يريد يثبت عزيمة الإمام، كان له منهجية. تلاحظون أحيانا واحد يصير انقلابي، واحد يصير مثلا سياسي،
واحد عنده منهجية سفتر يرى يحسب حسابات واحد زاد واحد يساوي اثنين. الإمام الحسين قال له سأخبرك. قال ذهب الإمام الحسين وإذا بالسحر يجد أن الإمام الحسين عزم على السفر يترك مكة ويذهب إلى العراق. فقول سارع إليه وقال يا أخي أنت وعدتني أن تقول لي شيئا وتجيبني على هذا السؤال. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هذا الأمر حتمي. قال وما بشأن هؤلاء العوائل؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. أعتقد فلسفة الثورة هو هذا الصمود، هذه التضحية، هذه المبدئية، هذه القيم العظيمة التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام لنا. نحن بحاجة اليوم إلى أن نأخذ نستلهم. أنا أعتقد المشكلة مشكلتنا اليوم هو أنه جاي يصير نوع من المزج غشاوة. يجب أن نكون واضحين أن منهجنا حسيني، مهما تلبدت الأجواء وتعقدت فلا بد أن نحيا حياة أبي عبد الله، فسلام عليه وعلى أهل بيته وعلى صحبه الذين ضرجوا بدمائهم في طف كربلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود، عقدوا بينها وبين المنايا، ودعوها هنا توفى العقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل من مزيد. ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود.
والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا وللحفاظ برود تركوهم على الصعيد ثلاثا يا نفسي يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى ياكل قدس هو للحشر فيهم محسود تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود هي كربلاء فقف على عرصاتها ودع الجفون تجود في عبراتها سلا بأي حما تعاجلت الأولى سلا بأي قرى تعاجلت الأولى نزلوا قريبا عند قافر فلاتها أيا زائرا قبرا على العرش قد علا تضمن سبط المصطفى خيرة الملا أسل دمعك القاني وقل متمثلا أفاطم لو خلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشط فرات قضى وبسيف الشمر أرواه وردوا عفير المحا هيا ممكنا في حده ولو أبصرت عيناك في الترب خده إذن للطب الخد فاطم وأجريت دمع العين في الوجن لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم الآية الكريمة تتحدث عن أمر مهم
غاية الأهمية، أمر يتعلق في الواقع بالمسلم أو المؤمن، وكيف عليه أن يكون، كيف يجب عليه أن يكون في حياته، علاقاته مع الآخرين. الآية تتحدث عما يسمى بالولاء، الولاء، موالاة الإنسان المؤمن لمن؟ احنا نعرف ان القرآن الكريم يقول انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الإنسان المؤمن فقط يوالي الله، يوالي الله عز وجل ولا يوالي غيره. قد تكون له علاقات وارتباطات بآخرين، أقرباء أو أباعد مثلا، قد تكون له علاقة مو فقط مع ناس، مع حكومات، علاقات مع أمور مادية أخرى، مع مال، مع غيره، مع منصب، بس كل هذه العلاقات تقف إذا اصطدمت مع علاقته مع الله عز وجل. يعني بمعنى آخر، أن الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يبني علاقاته على أساس من الولاء والبراءة. هاي مسمى بالولاء والبراءة، ولاء من جانب وبراءة من جانب آخر. ولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين ولأولياء الله ولأنصار الله، وبراءة من أعداء الله، براءة من كل من يعادي الله عز وجل. وهذه ما فيها بعد محابات، ولا فيها أنه أنا أغلب هاي عندي مصلحة معينة أو كذا، هذا يناقض الإيمان تماما. الإسلام يريد أن من الإنسان المؤمن أن يكون حاسم في مثل هذه المسألة. فإذا اصطدم ولاءه لله عز وجل مع ولاء آخرين، أي كان هؤلاء الآخرين، حتى لو كانوا أقربائه، حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، ليتركهم إذا اصطدم. طبعا اصطدم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، متى؟ إذا استحبوا الكفر على الإيمان. يعني الإنسان المؤمن القاعد عنده هو شنو؟ أنه يوالي أبعد الخلق منه في الله، ويعادي أقرب الخلق منه في الله. البعيد اللي ما بينه وبينه نسب ولا ارتباط، أنا أواليه ما دام هو يتفق معي في المبدأ، في الدين، في العقيدة. بس هذا القريب، حتى لو كان أبي، لو كان أخي، ابني، أكثر من ذلك، لا، ما أواليه. قل إن كان آباؤكم، آية أخرى تبين بعد وضوح، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون. شوف، مو فقط الأفراد، ها، مو فقط الأفراد، الآباء عدد في البداية، الأفراد، الآباء، الإخوان، الأولاد، بعدين جشنوا إلى العشيرة، القبيلة، ها، ثم قال حتى أمور أخرى غير أمور مادية، وتجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها، كذا، هاي كلها شنو؟ إذا كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني ما يكون هذا يقدم أي شيء من هذه الأشياء مهما كانت علاقة الإنسان به، لو شنو تكون العلاقة. ولذلك هذا بعد حد مفصل عد. انت في حياتك ترسم علاقاتك على هالأساس، وتنطلق من هذا المنطلق، حبك للأب أو حبك للابن أو للزوجة أو للعشيرة أو للقبيلة أو للمال أو للمنصب،
كله هذا يكون منطلقك فيه من منطلق الولاء لله عز وجل. تحبه وتصير لك علاقة وياه إذا ما كان يتعارض، بس إذا تعارض لا تتركه. علي صلوات الله وسلامه عليه يقول كنا مع نتحدث عن أيام رسول الله نقاتل أو عفوا نقتل آباءنا وأبناءنا لا يزيدنا ذلك إلا مضيا على صبرا على الجهال ومضيا على اللوم. يقول أنه هذا الشيء بالعكس يزيد من إيماننا، صدق يعني كنا إحنا المسلمين يعني مسلمين، وهو ما قاتل أباه هو كان مسلم أو مؤمن. تحدث يقول عنا إحنا كمسلمين بالفعل كانوا بعض الأفراد مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان آباهم وإخوانهم وأولادهم في الطرف المقابل يجيش المشركين وقاتلوهم. الإيمان يكون يصل إلى هذه الدرجة في نفس الإنسان إذا شاف أي شيء آخر قريب بعيد كذا يتعارض مع ولائه لله عز وجل يتركه مهما كانت علاقته به مهما كانت. يذكرون حادثة زمن النبي صلى الله عليه وآله، تعرف رأس النفاق في جيش النبي منه كان؟ كان ابن أبي، هاي كان رأس النفاق رأس المنافقين، وكان يؤذي النبي كثير يتعرض إليه ويسيء إليه وكذا. بس عنده ابن، هذا لا ابن مؤمن كان، ابن خوش آدم ابن، لا ابن كان مؤمن كذا ومع النبي وما كان يرضى بعد بفعال أبيه، كان يتأذى بس شو يسوي على كل حال. النبي هم بعد ما أمر بقتل المنافقين وكذا. فيوم من الأيام هذا ابن أبي أساء كثير إلى النبي وبمحضر ولده. يقولون كان مر النبي صلى الله عليه وآله كان على حماري أجلكم الله، ومر على هذا وإذا بهذا يخاطب النبي ابن أبي يعني بكلام فيه يعني قلة الأدب، يقول له ابتعد عني بحمارك لا تؤذيني برائحته ابنتي. فالنبي على كل حال بعد قلبه يسع ما يريد، بس ابنه كان موجود تأذى كثير تأذى. فبعدين قال للنبي صلى الله عليه وآله قال لي يا رسول الله أنت إذا حكمت بالقتل على أبي إذا كان هذا يستحق القتل على أثر هذا الموقف أو غيره يعني، فخلنا أنا أقتل لا تخلي أحد ثاني يقتل. قال لي ليش؟ قال لي أمرين. الأمر الأول هو أنا أريد أن أتأكد من صدق إيماني، أريد أثبت لنفسي يعني أنه بالفعل أنا صادق في إيماني، وأنه أنا بالفعل كما يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، أو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هل بالفعل أنا عند هل يعني معتقل بهذا الشيء فعليا؟ فأريد أشوف هل تحملني نفسي على هذا أبوي بعد رب الناس، هاي واحدة. الثانية يا رسول الله أنه أخاف إذا واحد غيري قتله، شوف شدة الإيمان حقيقة، إذا واحد غيري قتل أنت أمرت غيري بأن يقتله مثلا، يقتله بحق إذا كان يستحق القتل فأمرت غيري بأن يقتله، فحينئذ قد يكون في نفسي مثلا أنا شيء على ذاك اللي قام بقتل أبي، يمكن عاطفة كذا يمكن أحقد عليه مثلا شوية، فأنا ما أريد يصير في قلبي حقد على أحد المؤمنين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما أريد يقول أخاف سبحان الله بعد عاطفة هذه قد يقول لما أشوف هذا قدامي ف
فأقول بعدين هاشوف هذا اللي قتل أبوي كذا، ممكن تأخذ العاطفة جرني كذا ولا شفاء، وبالتالي أكون أنا يعني خالفت في الواقع الإيمان وخالفت وحقدت على أحد المؤمنين، فأنا أريد أتولى هذا الشيء بنفسي. إذا أنت حكمت بالقتل على أبي، لاحظ هاي درجة عالية في الواقع من الإيمان، درجة عالية، بحيث أنه ما دام أبوه منافق ما يتفق وياه كان عنده استعداد لقتله، لو أمر النبي لقتله، لو أمر النبي لقتله. ففي الواقع الولاء والبراء هو الذي يحدد سلوك الإنسان. وترى ما يكتفى منك أنت فقط أنه توالي الله وتوالي أولياء، لابد أن تتبرأ بالمقابل، لأن هذا أعداء الله، هؤلاء أعداء الله يحاربون الله يحاربون أولياء الله. ما يصير يعني يقول إنه أنا ما يخرج هاي أجاملهم وكذا وما أدري شنو جامل غير كذا، بس أنه تحمل إلى إلهم محبة أو مودة في قلبك، ما يصير. لا يجتمع حبان في قلب واحد، متناقضان يعني في قلب واحد، حب الله وحب أعداء الله، ما يصير، ما ممكن يعني. يقولون مرة واحد راح إلى قبر حجر بن عدي، فواحد هناك قاعد على أساس المسؤول عنه، سأله قال هذا قبر منه؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه، صاحب سيدنا علي رضي الله عنه، الذي قتله سيدنا معاوية. كلهم سيدنا صاروا القاتل المقتول يعني، ها شلون هذا سيدنا علي سيدنا وهذا كم سيدك انت بعد معاوية، وهذا على طرفي نقيض، ما يصير. لذلك المؤمن الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يكون حاسما في مثل هذه الأمور، ما يحب ولا يوالي أولياء الله لو شنو كان، لو مصلحة تتوقف على ذلك، لو حياته، لو غيره، أبدا. القرآن صريح في ذلك. ولهذا شوف الشيخ المفيد رحمة الله عليه، الشيخ المفيد يذكر في الاختصاص، يقول أنه كان يوم من الأيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان جالس ويا جماعة من أصحابه، ضمن أبو بصير كان موجود، فذكروا سلمان وذكروا جعفر ابن أبي طالب، فكان واحد من القاعدين قال هاي سلمان كان مجوسي وأسلم، يعني نوع شنو يريد؟ نوع شوي استهين به كذا، يعني ما يريد يقول نوع مثل جعفر أو كذا، لا يعني يقول هذا كان مجوسي بعدين أسلم. الواد يقول كان الإمام الصادق متكئا فاستوى جالسا وغضب بأبي وأم وقال سلمان كان قرشيا بعد أن كان مجوسيا، وكان علويا بعد أن كان فارسيا. يريد يبين مقام سلمان. ثم قال بعد ولجعفر منزل عند الله يطير مع الملائكة في الجنة. ما قاعد أهون يعني من مقام جعفر، بس أنتوا لا تستهينون بسلمان. سلمان كان تريد أنه تريد شوية أنه يعني تقلل من شأنه، لا خلاص، لا سابقا كان أول سلمان منا أهل البيت، أي منزل وصلها سلمان؟ في القرآن هالشكل، الإسلام هالشكل، بينما أقرب الناس لك لا، لو كان هو قريبك ابنك ولدك أبوك كذا، إذا مو على خطك أصلا هذا تتبرأ منه، المفروض تتبرأ. ونوح عليه السلام لما قال إن ابني من أهلي، شنو قال للبار عز وجل؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. رحم الله فراس الهمداني يقول كانت مودة سلمان لهم رحمة، كانت مودة سلمان لهم رحمة ولم تكن بين نوح وابنه
رحيم. ولذلك شوف إبراهيم عليه السلام، هذا خط الإسلام الواضح. إبراهيم عليه السلام لما شاف أنه ما فاد النصيحة والوعظ وكذا ويا قومه وأبيه وكذا، كان بعض يقول هذا أبوه يعني العم إنما يطلق عليه أبوه، على أي حال ما علينا الخلاف. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ، البراءة لابد منها، يعني لا يكتفى بالولاء فقط، بينما لابد من البراءة. ما يصير ولا تقول انه انا جامل وكذا، ما في بعد. اذا كانت طبعا اذا كان قلنا شنو تعارض تصادم، اذا ما كان تعارض لا ما في مشكلة. اذا كان في تعارض ما يصير توالي القبيلة، تقول انا قبيلتي وياه ما يصير هذا وياها، لو على ظلم تواليها لا ما يصير. انا والي فرضا لا اقول انا والي حكومة حكومتي هذه وكذا واعلم تأييد الهوى، اذا كانت مو على الخط الصحيح شلون تواليها حتى لو حكومة وبلدك وكذا وغيره، ما يصير. إذا كانت مع الله عز وجل مع أولياء، ولذلك شوف كانت واقعة كربلاء في الواقع حد فاصل، واقعة كربلاء حد فاصل بين الإيمان الحقيقي وبين أصدق لسميه الكفر. كفر، لأن هناك تبين من يوالي الله عز وجل ولاء حقيقيا ومن لا أصلا يعاد الله، لأن هذا هنا معسكر الله، معسكر الإمام سلام الله عليه، معسكر أولياء الله أنصار الله أحباء الله، بينما ذاك المعسكر لا، المعسكر معسكر الكفر والظلم ومعسكر الاعتداء. فلذلك صار يوم العاشر بعد تميز، شوف هناك كان من مع الحسين وكان أخوه مع ابن زياد مع عمر بن سعد وتقاتلوا. مر عليك يوم العاشر انه لما صار القتال واحد من قوم عمر بن سعد عقب ما انقتل بعض الانصار، احد من الانصار انقتل، فذا الى اخوه هناك موجود اخوه، فجاي خاطب الامام الحسين سلام الله عليه في حالة حنق وكذا وغضب، يقول يا حسين كذا جيب لفظه، قتلت أخي وغررت أخي وقتلته، قال أنا لم أبر أخاه وإنما الله هداه وأضلك. شوف هداه وأضلك، هذا اهتدى، هذا عرف الطريق الصحيح، عرف وين يمشي، بينما أنت مشيت في طريق الضلال، أنت جاي إما له فرضا لي مطامع لكذا لغيره وسلكت طريق الضلال. فلذلك الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم من هنا في تحرك هذا أراد أن يصل إلى أرض التضحية، إلى أرض الفداء، وكل من معه كل اللوية بعد ما يحمل في قلب ذرة ولاء لأعداء الله. اختبرهم الإمام سلام الله عليه خلال الطريق وخلال كذا وخلال لما بعد وصل هناك وظل تقريبا 8 أيام في كربلاء أو 6 أيام من يوم الثاني وصل ثاني محرم إلى يوم العاشر، فيعني انصهروا هؤلاء مع الحسين سلام الله، ولكن ما تشوف واحد منهم أبدا أنه مثلا أبدا أنه تأسف أو كذا أو قال أنه أنا إلي هناك أخوي شلون كذا أو عندي، أبدا كلهم على قلب واحد على توجه واحد، وهذا الذي أراده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أثناء الطريق في مسيره من مكة إلى كربلاء، ومر بكثير وتبعه الكثيرون على فكرة بالبداية، هم تبعه يعني أشخاص كثير في البداية مشوية من مكة، بس بعدين قاموا يتراجعون عن الكل منزل ينزل عرق حادثة عرق كذا عرق القضية، قاموا يتراجعون إلى أن وصل إلى كربلاء بهذه الصفوة، بهذه الفئة التي آمنت بالله إيمانا حقيقيا لا يتزعزع ولا يتزلزل، وتبرأت من أعداء الله ووصل إلى تلك الأرض، إلى أرض كربلاء، الأرض الموعود بها. بعض الروايات يقول حسين سلام الله عليه أنه لما كان يسير ووصل إلى هناك وقف جواده لم يتحرك، ما تحرك جواد الإمام سلام الله عليه،
أراد أن يحركه الإمام لم يتحرك. رواية ثانية عندنا تقول أنه طلب جوال آخر، بس أنا أستضف هذا الرواية، أعتقد مو صحيحة يعني، ماكو داعي. والإمام سلام الله عليه خلاص هو هذا فرس اللي هو راك منه، فوقف هذا الجوال. حينئذ سأل من أصحابه ما اسم هذه الأرض وكم سائل عن حاله وهو عالم. يعني أترى أن أولئك يعرفون اسم الأرض والإمام سلام الله عليه لا يعرفها؟ بل كان يعرف ذلك، هو قال من قبل ذلك أنا أعلم متى أقتل وفي أي مكان والأرض التي أقتل فيها ومن يقتل معي من أهل بيتي، لكن هو سألهم عشان يجي الجواب من عندهم، فقالوا له تسمى الغاضرية. سألهم سؤال ثاني، اسم ثاني إلها تسمى طفنينوى، اسم ثالث تسمى شاطئ الفرات، إلى أن قيل له تسمى كربلاء. ما إن سمع الإمام بهذا الاسم حتى دمعت عيناه وقال لأصحابه خيموا وهنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، هنا تسبى نساؤنا، ونزل في تلك الأرض وأنزل من معه من نسائه وحريمه وأطفاله. ولهذا تشوف الشيعة والمحبين يعتبون على تلك الأرض كيف أنها ما إن جاء الإمام الحسين حتى غدرت به، يعني طبعا تخيل الشعراء هكذا، حتى غدرت به وسفكت دمه على ثراها وتركت عياله بلا كفيل. كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دم جرى، كم حصان الذيل يروي دمعها خدها عند قتيل بالظما. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، نعم تلك الأرض ضمت جسد الحسين وآل بيته. ولكن الشيء المؤلم أكثر أنك ترى ما جرى في تلك الأرض على بنات الرسالة. بعد أن قتل الحسين زينب جاءت إلى هذه الأرض بحما إخوتها، وكان يحوطها الليوث من بني عبد المطلب، ولكن لما أرادت أن تخرج من أرض كربلاء تلتفت يمينا وشمالا لا ترى إلا جثثا مطرحة على تلك الغبرة. التفتت إلى جسد أبي عبد الله وهو على أرض كربلاء جثة بلا رأس، وأخذت تلتفت إلى جساد أحبتها ودموعها جارية تنادي يا أهلي الحمية ما تجوني من يد الأعادة
تخلصوني دار الشمروخي ولا اللي يباروني انا نخيت اخوتي وما جاوبوني وكيف يجاوبونك يا زينب. خرجت زينب ولكن رجعت مرة ثانية إلى هذه الأرض. بس شلون رجعت؟ رجعت لما خرجت كانت تنظر إلى جثث أحبتها على الرمضة، ولما رجعت مرة ثانية رجعت ورأت قبور أحبتها، رجعت وهي ترى تلك القبور، أخذت تناني يا خويا حسين ما تنغر علي يا وترضى عبرت بخد جري خويا خويا مع النسوان جيتك يا شفي يا تقعد يا غريب الغاية يا ضرية اقعد يا خليص عاين اختك وشوف اش حالة ويا الحرم جدك جاوبني يا خويا ما نختك شلون تنام ما تنغر علي يا شلون تنام ما تنغر يا رعلا لما أرادت أن تغادر تلك الأرض مرة ثانية، يعني كان لها مجيء إلى كربلاء مرتين وأيضا خروج منها مرتين، بس المرة الثانية بعد كانت أألم لزينب لما أرادت أن تخرج والتفتت إلى قبر أخيها الحسين، أخذت تودع. ترى ما قضت هي وطرا من وداع، ثلاثة أيام فقط بقت عند الحسين. ها وعجل زين العابدين بالرحيل. لما أمرها زين العابدين بالرحيل قال عم قومي بارح القبور. قالت له إلى أين يا ابن أخي؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ دعني هنا حتى تحضرني المنية عند إخوتي وأحبتي. قال عم لا بد من الرحيل. حينها توجهت إلى قبر أخيها وهي تقول وعيونك يا ابو السجاد لو ان يمك يخلوني احط راسي على قبرك وارش بدمعة عيوني واقضي العمر كله هنا واقول ان للي يلوموني شلي بالعمر بعد وشني عيشة بالأيام هي كربلاء. يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. جماعتنا الحاضرين بالأخص المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبول، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين بالأخص من أوصوني بالدعاء. اللهم البسهم ثوب الشفاء والعافية، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، فرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان، أسيما أعزانا المسجونين في سجون الظالمين. اللهم احفظ وسدد وأيد علماءنا الربانيين، لا سيما مراجعنا العظام
وأهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان إلى أرواحهم جميعا، وإلى موت الحاضرين والمؤسسين، وإلى أرواح العلماء والشهداء، على الأخص روح إمامنا الراحل وشهيدنا الصد والشهيدة بنت الهدى وشهدائنا الأبرار، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.